الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الوقفة الثالثة، إن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، ما من داء نزل إلا وله دواء، التداوي، وأن التداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتداوي الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول الطب الوقائي. الوقاية خير من العلاج، الذي يكون قبل نزول الوباء، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخرى. ففي مجال الطب الوقائي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، الرسول أسمع لنا أدعية، مش تقولوا مش تحسون فسنا، اسمع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، من تصبح ومن تمسي تقول الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كثرت مرة تقولها في الصباح وكثرت مرة تقولها في العشية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لم يضره شيء. باليقين، كن يقين على الله، قرأت الدعاء والله لن يصيبك مرض ولا وباء. هذا العلاج الوقائي. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول بالآخرة. من قرأ هذه الآيتين كفتاه، أي من كل آفة وسوء وشر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. الدعاء هو ملجأ الخائفين، الدعاء هو سلاح المؤمنين، الدعاء يدفع البلاء. ولكن فينا هو الدعاء؟ أين الدعاء في حياتنا؟ مع كان صغير يسلم إناك المهم وكذير بقية الصالحات، فإذا فرغت فرنصب لك إناك إلا من رحم الله عز وجل. اسمع النصاص يقول لك الدعاء في الكيبور المعصر، ما كان يدعوه الصباح ولا المساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي هذه الدعوة تحصين تام وحفظ كامل للعبد من جميع جهاته، من فوق ومن اليمين ومن الشمال، من جميع جهاته. وفي مجال الطب العلاجي جاء عنه عليه الصلاة والسلام إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة وأشفية متنوعة جاءت مبينة في سنته صلى الله عليه وسلم. وقد ألف ابن القيم الجوزية كتاب سماه الطب النبوي. عباد الله، مما ينبغي الحرص عليه هذه الظروف، هذا ارتفاع الجائحة، 12,175 نازل وغادي يمشي بزياد، مما ينبغي أن نحرص عليه الالتزام بقواعد النظافة العامة من خلال إجراءات وقائية بسيطة كتحميك من انتقال العدوى، من أبرزها اتباع النصائح الطبية الصادرة عن الجهة المختصة، غسل يدين بالماء والصابون أو معقمات بصفة متكررة، تقليل المصافحة، قلل المصافحة. شحال من واحد كيسلم مع واحد يعمل هنا يصد فيه الفيروس يرجع للدار العائله كلها مشات، وهذا قلل المصافحه. يكفي تسلم عليه فقط، لا تصافحه باليدين وجهنا بالسلام الوجه، ونبعدوا عن التجمعات غير الضروريه والاماكن المزدحمه، ونراجع الطبيب عند الحاجه الى غير ذلك. هذه اسباب لا بد ان ناخذ بها، راه يترك هذه الاسباب ويصاب بالمرض يكون اثما ولا تلقوا بايديكم
ينتهي. أما الوقفة الرابعة، ما أشد حاجتنا إلى مراجعة إيماننا وتنقية ضمائرنا وتزكية أنفسنا وتذكير بعضنا بما يقربنا من ربنا جل وعلا. إننا نشكو قسوة في قلوبنا وظلمة في نفوسنا ومحقاً لبركة رزقنا وأعمارنا وضياعاً في أبنائنا وعدم إجابة لدعائنا وهوان فينا ومصائب تحل بنا ونوازل تطولنا. والسبب في ذلك كله لو تأملنا هو الذنوب والمعاصي التي تخر لها الجبال وتنشق الأرض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي والكبائر والأثام. ويعفو عن كثير، الله لا يعفو عن كثير. لو واخذ الله بما كسبنا رغم ذلك قد تشبه على وجه المرض. إن ما حدث للمسلمين في هذا الزمن من كوارث ونوازل ووباء سببه الأول البعد عن الله واتباع الهوى والإغراق في المعاصي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب. لما غيبت وتركت هذه الفريضة، فريضة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حل بالعالم ما حل به من ويلات ونكبات. فمتى غير، ويقول علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة. فاتقوا الله عباد الله، وعظموه في قلوبكم، وخافوه جل وعلا، راقبوه في حلواتكم، وتفكروا في وقوفكم بين يديه، واحذروا من المعاصي صغيرها وكبيرها فإنها تمحق بركة الدين والدنيا. وتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واستغفروه مما سلف منكم في سالف الأيام. فالسعيد من تنبه وتاب، والشقي من غفل واستمر على المعاصي والآثام. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا وخير ما نختم به الكلام ونجعله مسك الختام. أفضل الصلاة وأزكى السلام على خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالفنا اللهم عن نهجهم وطريقهم القويم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم على اتباع الحق يا رب العالمين. اللهم انصر امير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمه المسلمين. اللهم اصلح به البلاد والعباد، واقر عينه بولي عهده، واجلب عرضه وقو نظره باخيه، واحفظه في كافه امراته وشعبه. اللهم اغفر لنا جميعا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، انك انت الغفور الرحيم. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وجوارحنا خاضعة لجلالك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نستمطر رحمتك بدعوات المضطرين، وآهات الخائفين، وظفرات الداعين، ودموع الباكين. اللهم إن كانت ذنوبنا قد بلغت عنان السماء، فإن
الأولين سيدنا محمد وآله وصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الوقفة الثالثة، إن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، ما من داء نزل إلا وله دواء، التداوي، وأن التداوي